هذا المشروع وتجديد خط إنتاج وتعبئة الصفائح بالزيوت المحركات. هي بقدرة تقريب 1600 صفيحة في الساعة للوحدة، هي موجود 6 وحدات. اليوم الحمد لله تقريب نوصلوا قادرين نوصلوا حتى في العام إلى تعبئة 50,000 طن من الزيوت المحركات في هذه الوحدة. أولا هذه الوحدة راح تعزز مبيعات سوناتراك في السوق الوطنية عن طريق فرحة نفطال، يمكن الرفع من قدرة الإنتاج حتى تغطية طلب الشركات الأخرى مهما كانت عمومية أو الخواص، ولما لا يمكن حتى تصدير هذه العبوات، لأنه يعني هذه العبوات وهذه المادة تستجيب لكل المعايير الوطنية والدولية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أنه خط الإنتاج يعتمد على مواد أولية مصنعة محلياً.